وهيغير بس كمبيوتر وهيشير سكرين وهيشير شاشتنا. خليني بالله هي هذا مثال الشعب الثانية، أو خليني هي هون هي هاد وهي هذا تبعكم، هذا تبع الشعب الثانية، هذا كلود وهي سيف هون خليه، وهذا هذا المفروض تبعكم انتو، هذا تبعكم. أخذنا المرة الماضية سوري أخذنا وان دايمنشنال أري عرفناها وعبيناها وطبعناها، وبعد ما عفوا طبعناها قبل التعباي طبعناها بعد عبيناها بعدين طبعناها بعدين أوجدنا مجموعها الأفرج تبعها فايند ماكس وات ايفر. اليوم حكيت لكم بدي أشرح موضوع اللي هو السيرش، السيرش اللي هو أدور على إشي معين. وطلبت منكم أنا المرة الماضية إنه مثلا تعملوا لي ميثود تعد كم رقم زوجي في الريت تبعتي، وميثود ثانية تعد كم رقم فردي. هلا في مغالطة دائما بشوفها بتفكير الطلاب، العرف هلا أنت بتقدر تصيغ أنت كمبرمج اللي بدك إياه، بتقدر تصيغه حسب اللي أنت يعني حابب بتسوي. العرف بين كل الناس الميثود الوحدة إلها وظيفة واحدة. يعني مثلا أنا طلبت منكم إنه عد لي كم رقم زوجي وبميثود وكم رقم فردي بميثود تاني. انتوا في منكم ناس فكر صاروا لي بتعمل ميثود تعد الزوجي والفرد مع بعض، بصير نعم بصير، ولكن العرف التجزئة يعني الميثود إلها كم قيمة واحدة. ليش؟ عشان أقدر أعيد استخدامها، عشان أقدر إيش أسوي أعيد استخدامها. طيب تعالوا شوفوا معي هلا بدي أكمل على نفس مثال الماضي المرة الماضية، إنه بدي أعمل أري ومنعبيها وكذا كذا كذا. يعني هاي هون هاي إيش ستات، هاي الأري تبعتي قبل التعباية كلها أصفار، مثلا تعبيها بالقيم 10 مثلا 20 30 40 مثلا 50، هاي طبعها هاي أوجد مجموعها الأفرج تبعها الماكسيموم المينيموم سواليها. هلأ بدي أكمل بدي أعمل ميثود تعد كم رقم زوجي في الأري، بس الزوجي ما ليش بالفردي، وترجع للي ناداها كم عدد الرقم الأرقام الزوجية، لأنه قلنا بروفيشنالي أعمل الميثود إنها ترجع قيم أحسن من الفويد. طيب يلا نبلش أكتب ميثود معايا شباب، صحصحنا وركزنا معاك دكتور. يلا نقول بسم الله. أكتب ميثود، أكتب ميثود بحكي إيش بابليك ستاتيك، بابليك إيش ستاتيك، وبدحكي الميثود مثلا تسميها مثلا even count عدد الأرقام الإيش الزوجية. الميثود من نوع even count هاي أو اللي اسمها even count هاي هيك، هذا مقطع كود اسمه even count. دائما أنا كمبرمج بسأل حالي شو بدها تستقبل وشو بدها ترجع، مقطع الكود هذا شو بدي استقبل داتا شو بدي رجع داتا. هاي الميثود عشان تقدر تتعامل مع الأري، الأري تم تعريفها في المين، عشان الميثود هاي تقدر تشوفها شو لازم أول إشي أمرر لها الأري تبعتي. شو بقول هون int arr معايا يا شباب؟ معايا دكتور. yes. طيب وقلت لك في الميثود انه عد لي الارقام الزوجيه، ما قلت لك اطبعهم، قلت لك رجع عددهم للي ناداهم. فهون ما بحط void، لو قلت لك خليها بس تطبع عددهم يعني ما ترجع ولا شيء كداتا للي ناداها، لما بس هي وظيفتها تطبع تحطها void. انا هون قلت لك لا خليها ترجع عدد الارقام الزوجيه للي ناداها. عدد الارقام الزوجيه شو بعتبرها؟ انتجر. انتجر. فهاي بسميها void method ولا returning value method؟ returning value. returning value method هاي راح ترجع قيمة إيش عدد الأرقام الزوجية. طيب عشان تفهم معي أكثر، مثلا هاي الأري تبعتي نحكي مجازاً مجازاً فيها الأرقام مثلاً 8 1 مثلاً 4 5 مثلاً و 12 مجازاً. كيف بدي أعد الأرقام الزوجية أنا كبني آدم؟ انت كبني ادم ذكي تتفرج هيك تقول لي 1 2 3، قلت له ايش 3 ارقام زوجيه. الكمبيوتر كيف بيعدهم؟ الكمبيوتر بدك تعرف له عداد ايش اسمه مثلا كاونت. بتقول في البدايه قبل ما ابلش انا اشيك انا ككمبيوتر للمبرمج الناجح بده يدرك انه انا ما بخاطب بني ادم، هلا انا قاعد بوجه كمبيوتر، الكمبيوتر دمب بيدعمكم غبي ما بيعرف يسوي شيء ما عنده بديهه. فبدي اوجهه بقول له في البدايه قبل ما تبلش قديش عدد الارقام الزوجيه؟ صفر. بعدين شو بدي احكي للكمبيوتر؟ بصير اقول له تعال روح على الاري تبعتك، هاي الاري وقف لي عند اول خانه اللي هي مين؟ 8. هل ال 8 زوجي؟ شو بجاوبك؟ نعم دكتور، لانه باقي قسمته على 2. يس، لو باقي قسمته على 2 تساوي صفر، فبالتالي الكاونتر قديش بده يزيد؟ 1. بعدين بدي اجي على الخليه اللي بعدها،
هل الواحد زوجي؟ لا، بجعل خليه بعدها. هل الأربعة زوجي؟ نعم ترو يعني. لا دكتور قديش؟ بواحد، فبصير الكاونتر قديش قيمته؟ اثنين. بعدين بجعل اللي بعدها، هل الخمسة زوجي؟ لا، ما بسويش ولا شيء. هل ال 12 زوجي؟ نعم، بزيد الكاونتر بكم؟ بثلاثة. بس خلصت الأري كاملة. هلا ككمبيوتر أنا بقدر أحكم إنه عدد الأرقام الزوجية قديش؟ ثلاثة. أنا تعمدت أورجيكم كيف قاعد بمشي أنا، لأنه هذا تفكيري أنا كمبرمج هيك فكرت فيها. دخل لي الكمبيوتر يمشي خانة خانة على الأري. لما بدك تخلي الكمبيوتر يمشي خانة على خانة على الأري، هذا شو بدنا نسميه؟ لوب. يعني القاعدة الذهبية اللي بدك تزرعها بمخك، لما يكون عندك وان دايمنشن الأري بدك تمشي على عناصرها من البداية للنهاية، دائما شو بتعمل؟ لوب يمشي من إندكس صفر لكم؟ لأربعة مثلا عندنا هون في مثال. كل لفة بلفها في اللوب بصير أشيك هل هذا الرقم، يعني عشان أمشي خانة خانة بعمل لوب اللي هو فور، هلا عند كل خانة هل هذا الرقم زوجي ولا لا، اللي هي هاي بنسميها في البرمجة إيش؟ إف ستيتمنت. طب بحط إف ستيتمنت، هل الخانة اللي أنا واقف عندها حاليا زوجية ولا لا؟ إذا زوجية زيد العداد تبع اللي هو الكاونت بكم؟ بواحد. بس أخلص كل اللوب بطلع معي عدد الأرقام الزوجية برجعه للي مدى. يعني بمعنى آخر بدي اجي هون، هاي الكود تبعنا، بدي اجي اقول له هون انت كاونت، في عندي عدد قديش قيمته في البدايه؟ صفر. يعني قبل ما ابلش على الاريه تبعتي عدد الارقام الزوجيه عندي قديش؟ زيرو. طيب بعدين باجي بدي امشي على كل عناصر الاريه، فبحكي له فور انت الاي تساوي من صفر، حد الاي اقل من الاي ار ار دوت ايش؟ دوت لينث الاي بلس بلس بهذا الشكل. هاي بيجن وهي اند للفور. دائما انا بشتغل انه دائما كل ما اكتب بجن مباشره اشكبس وراها انتر عشان يسكر الكمبيوتر اللي انت بده. فهذا لوب بعد من صفر لاربعه، عند الخمسه بكسر، يعني بعد من صفر لاربعه خمس خانات، عند الخامس بطلع لانه مش ما فيش عندي اندكس. هلا بكل خانه بمشيها بقول له اذا كانت الخليه الحاليه يعني اي ار ار اوف الاي باقي قسمتها على 2 تساوي صفر، معناته هذا الرقم شو ماله؟ زوجي ولا فردي؟ زوجي. فبالتالي بدي اقول له الكاونت بلس بلس. في واحد بيقول اكتب الكاونت يساوي الكاونت زائد واحد، بقول له بصير. في واحد ثاني بيقول اكتب الكاونت بلس يساوي واحد، بقول له بصير. الاسرع بما انه الزياده واحد، ايش انه احط دائما؟ بلس بلس اسهل. تمام؟ طيب بس اخلص على احط انه يرجع القيمه عند كل لفه ولا بس يخلص كل لفات اللوب؟ بس يخلص كل لفات اللوب. فبس يخلص كل لفات اللوب يعني برا عند اللوب هذا، هاي اللوب تبعي هون. شو باجي بقول له؟ بقول له ريتيرن ايش؟ كاونت. ايه شو بصير؟ يرجع لي عدد الارقام الزوجيه. فاذا لف كل اللوب وما لقاش ولا رقم زوجي قديش ضلت قيمه الكاونتر؟ زيرو. اذا هو بلف لها ارقام زوجيه شو صار يزيد على الكاونتر؟ واحد 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 لحد ما عدهم كلياتهم. هلا بقول واحد طيب عملنا هاي وعملنا رن ما طلع لي الايفن كاونت، بقول له ما طلع لك لانه الميثود عشان تنفذها ايش لازم تسوي؟ جمله الطباعه استدعيها. وهاي هو ممتاز، يعني هون لما اجي استدعيها استدعيها هيك اللي هي ايفن كاونت، اجي اقول له هلا بقدر الكمبيوتر استدعيها هيك، راح يطلع معاه الكاونت ثلاثه مثلا على سبيل المثال مجازا، رجع عدد الارقام الزوجيه ثلاثه. هلا اذا كنت كاتب بهاي الصيغه راح يستبدل الكمبيوتر هاي الجمله بثلاثه. طب انا ككمبيوتر لما مثلا يجيني رقم ثلاثه ايش اسوي؟ في واحد بيقول لي اطبعه، اقول له هذا انت بني ادم ذكي، بتقول له اطبع الكمبيوتر هيك اجته، قلت له هيك يعني انت صحيت من النوم فتحت عينك قلت لك ثلاث تصن انت، قلت لي شو مالك؟ ثلاث شو ايش ايش؟ ثلاث ثلاث شو بتقول لي انت؟ قلت له شو مالك انت صاحي ولا نايم؟ اذا انت دائما الكمبيوتر بدك تيجي تقول له هون سوري يعني هيك، قول له الريتيرنينج فالي ميثود مش زي الفويد، بقول له هون حط جمله طباعه سيستم دوت اوت دوت برنت لاين مثلا الايفن، ايش كتبنا؟ ايفن نمبر كاونت عدد الارقام الزوجيه يساوي، وهون بقول له روح استدعي الميثود اللي ايش اسمها؟ ايفن كاونت. هي خلينا ازرع لكم زوم عشان تشوفوا انتم معي. هلا هيك ها هي دعمل اف 6، فبدي اعبي الاري مثلا، او هلا بدي اورجيك طريقه عشان لما نعمل تيستينج ما اضلنيش كل شوي اعبي الاري. فمثلا بحط القيم مثلا هي 8 هي 6 هي 4 هي 1 هي 5، قبل ما اكبس انتر كم رقم زوجي عندي احنا كبشر من عندنا؟ ثلاثة.
الثمانية والستة والأربعة، يعني عندي كم رقم زوجي؟ ثلاثة. تمام؟ خلينا نزيح الزوم عشان أشوف معكم. هاي انتر. فلاحظ رجع طبعا للأري بعد التعباي، قال لي قديش كذا 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 كلهم، وقال لي عدد الأرقام الزوجية قديش؟ ثلاثة. تمام؟ طب هلا واحد بيقول لي عشان نسرع الرن، عشان نسرع الرن ما نضلناش كل شوي نعبي فل الأري. يعني مثلا طلع هون شو بدي أسوي؟ هاي هدول هدول اللي هم اطبع الأري قبل تعبيتها وعبي الأري، بدي أهمشهم. شو يعني همشتهم؟ يعني أنا ما حذفتهم، همشت استدعائهم فراح يناديهم الكمبيوتر. وهون بدل ما هي أري من خمس خانات يكونوا كلهم صفار، بدي أقول له هنا مباشرة مثلا بدي القيم مثلا 8.1.4.5.5.12. واحد بيقول لي هيك شو سويت أنت؟ قلت له بدال عند كل رن أقعد أعبي الأري خاني خاني، قلت له لحظة ما تحجز الأري لا تحجزها فاضي، إذا ما عبيها بالقيم 8.1.4.5.12. يعني هاي الجملة شو معناها للكمبيوتر؟ يعني هون لما يجي على الرام، هاي خلينا أحط الإكسل أزيح على جنب عشان تشوفوا معي. من أول ما أشغل البرنامج تبعي راح يكون هنا 8.1.4.5. هاي حطهم أنا إيه والله تخاطر رهيب عندي لما كتبتهم عشوائيا طلعوا نص هذول 8.1.4.5.12. تمام؟ فهي صارت الأري زي هيك من البداية. فبالتالي هلا شو فرقت عن قبل؟ كتسريع رن، مش أقل، مش أكثر من هيك. يعني لما اجي اعمل اف 6 ما راح يطلب مني اعبي الاري، الاري اوريدي معباي بهاي القيم. طب واحد بيقول لي بقدر ارجع اعبيها؟ نعم، بروح استدعي مثل الفيل اري بتقدر ترجع تعبيها. فهي عباها بناء على الاري اللي معباي، هاي طلع عندي عدد الارقام الزوجيه قديش؟ 3. طيب اشوف الذكي منكم بدي ميثود تعد عدد الارقام الفرديه. يعني بيجي واحد بيقول لي هلا هاي هذه اللي كتبناها. الطريقة الأولى ممكن إنه أحدث، يعني أعمل يعني زي array، أو أنت بروح تفهم علي يعني إنه أحط الأرقام الزوجية ناقص العدد 100% تطلع الأرقام الفردية. هاي الطريقة الأصح. هلا في ناس بالطريقة التقليدية مثلا بقول لي طلع عشان تفهم علي، بقول لي مثلا هاي المثل بأخذها كوبي، حتى كوبي بقول واحد طيب هاي بعرض أعملها هون بيست. هلا هون بدي اسميها بدل ايفن كاونت، شو بدي اسميها؟ اود كاونت. هلا بقول لي فعليا انت الرقم الزوجي باقي قسمته على 2 0، الرقم الفردي شو قاعدته؟ باقي قسمته على 2 قديش؟ واحد. فبيجي بقول لي هو نفس الكود بس بدل ما اقول له هون صفر شو قلت له؟ واحد. هي نفسها يعني الاود والايفن سيم، بس الاختلاف الاف ستيتمنت هون تساوي صفر، هون الاختلاف الاف ستيتمنت شو تساوي؟ واحد. صح؟ نعم صح 100%. وهي عشان أثبت لك، ها هاي دا طلع فوق عند المين، بدي أقول له نفس هاي الجملة هاي هون، بدي أقول له system dot out dot print line مثلاً ال odd numbers count عدد الأرقام الفردية يساوي بلس، وأنا بستدعي الميثود ليش اسمها ال odd count. تمام؟ وهي بدي أعمل run، هاي بدي أعمل run، ها هاي في 6. فلاحظ صار يقول لي هاي الأري تبعتك فيها 3 زوجيات وفيها كم واحد فردي؟ 2. صح؟ والله صح 100%. في واحد بيقول لي طب انا اذكى منك، بقول له كيف؟ ممكن دكتور اعمل جمله else statement بعد اف اعمل else؟ هلا هذا اللي قلت عنها، الميثود لها دائما كم وظيفه؟ واحده. البرمجه الذكي واحده. هلا انت تقولي لي بنفس الميثود اقرر هذا زوجي وهذا فردي، غلط، لانه صارت الميثود لها كم وظيفه هيك؟ وظيفتين. الذكاء انه تعملها كم من وظيفه للميثود الواحده؟ واحدة. عشان ليش؟ عشان أعيد استخدامها. هلا بورجيكم شو معنى إعادة الاستخدام. طلع معي مثلا الأود كاونت، بدل ما أسويها زي هيك بيجي واحد بيقول لي طلع شايف هذا الأود كاونت؟ بقول له اشطب، بقول له طيب، بقول لي ريتيرن نفتح قصير هون، بقول له الاي ار ار دوت لينث. شو يعني الاي ار ار دوت لينث؟ يعني جيب لي كم من رقم في الأري، فالأري تبعتي فيها 5، فهاي راح ترجع قديش؟ 5 ناقص روح جيب لي الميثود اللي اسمها ايفن كاونت. الايفن كاونت يا شباب شو بترجع؟ عدد الارقام الزوجيه. فالفرديه هو عدد العناصر الاري الكلي ناقص الزوجي. يعني احنا الاري عددها 5، الزوجي 3، شيل من الخمسه 3 شو بضل؟ 2 اللي هم مين؟ فرديات. يعني بمعنى يعني لو عملت هلا اف 6، لاحظ شو قال لي برضه؟ عدد الأرقام الزوجية 3، عدد الفردية قديش؟
تنين صح ولا لا؟ معي؟ صح يا ابني يا دكتور. يعني الحل أنا دكتور شوي صح، هذا كتحسين عليه إعادة استخدام. طب ما أنا الأرقام الفردية بقدر بدل ما عاد أشيك على كل عناصر الأرية أقول قديش عدد الأرقام الزوجية اطرحه من العدد الكلي اللي ضل كلياته قديش فردي، صح ولا لا؟ صح. آه مين تسأل؟ أنا حطيت الريتين برا دكتور، يعني عشان هيك ما زبطت معي. وين برا؟ ممنوع نكتب برا بيجنوا إند لميثود أو بيجنوا إند لكلاس، دائما الكود ضمن بيجنوا إند لميثود. هلا مبدئيا هلا بعد شوي راح أورجيك إنه بصير أخلط، بس في آلية لخلطها، في يعني قواعد معينة لخلط إنه وين تكتب برا ميثود جوا ميثود تفرق. أنا المفروض بشكل عام بشكل عام أكتب المعادلة بعدين أرجع، ولا أرجع بعدين أكتب المعادلة؟ يعني هلأ مثلا أنا بقدر أكتب الجملة واحدة هيك، أو في واحد شو بيجي بيقول لي طلع بدل ما أكتب زيك هيك بقول له بقول لي مثلا أنت هون مثلا count، بيجي بعرف عدد هون اسمه count، بعدين بيجي بقول لي count يساوي الـ ARR dot length ناقص الـ even count هيك، وبعدين بيجي بقول لي هون return الكاونت. بصير نعم بصير التنتين سيمو سيمو، بس بدل ما اكتب ثلاث جمل انا شو كتبت؟ انا جملة واحدة، هاي صح وهاي صح، بس هناك كتبت ثلاث جمل، يعني عرفت variable وحطيت معادل عشان تحسب قيمة variable وبعدين رجعت variable هذا. صح نعم صح، بس كتبت ثلاث جمل. الأصح ما احجز variable، اقول للكمبيوتر شايف هاي المعادلة الاري لينث عدد عناصر الاري، اطرح منه عدد الزوجي صفى عندي الفرق. صحيح، ممكن نفس السؤال تحله بمئة طريقة والمية صح، في واحد الأصح. مين الأصح؟ اللي هو الأوبتيمال بنسميه، اللي هو أقل حزما يعني عدد في الأسطر أقل، والإكسكيوشن تبعه في الرام أقل حزما في حجز الفاريبل، هذا هو الأوبتيمال. يعني هذا حل صحيح، ولكن هو وورد سيناريو إنه قاعد حجزت فاريبل وخليت الكمبيوتر يحسب ويخزن في الفاريبل بعدين تقول رجع الفاريبل. هون لا، قلت له احسب ومباشرة رجع القيمة اللي بدك إياها. فهذا أنا ما بستخدمه، أنا بستخدم هاي الطريقة أحسن. يعني أنا هيك يعني بصورها، بدي أشر على داني الستريت فورورد الحل الذكي والأمثل. ها هاي داني هيك دارك، هاي داني، مش بقول والله بلف إيدي من وراء ظهري وبعدين بنزل من تحت إجري وبطلع وبلف وبعد من وراء بقول لك ولفينا. ها هاي داني، لا هاي داني ستريت فورورد، كن سريع الاكسكيوشن هون لجملة واحدة هناك لثلاث جمل، صح ولا لا؟ معي يا شباب؟ صح مع الدكتور. بكون دائما يعني انا قاعد بنوع قدامكم يا شباب، انا قاعد بنوع قدامكم في البرمجة عشان افتح افكار جديدة في مخك، انه تشوف انت كيف الواحد يفكر خارج اطار الصندوق. في ناس دائما بده يمشي على نسق تقليدي، بصير نعم بصير، بس ما بتاخذ راتب، لانه بكره بتصير انت تعمل برنامج وبكون تاني واحد تاني معك بالشركة بيعمل نفس البرنامج. التنين صح نعم التنين صح، انت بشغله برنامجك بقعد خمس دقائق ليطلع نتائج هداك تك، ولا هو نطلع نتائج مين راح يخلوه عندهم؟ انت ولا هداك؟ اللي بيحسن في اداء البرامج هو اللي بيصير يترقى بالمختار. مين يصير المانجر؟ انتو تنين نفس الليفل، مين بيطلع لفوق؟ اللي بيطلع لفوق بيفهم. احنا مجالنا ما في وسطات تقول والله انا ابن فلان وانا ابن علتان وانا من طرف عطلة وانا من طرف حسنين. مجالنا البيزنس تبعنا عم فيش، بدك انت توصل بدي واحد يفهم، لازم تصير تفهم، ومش اشي يعني صعب. بالعكس كثير من الطلاب اللي تخرجوا من عندنا من الجامعه هم ما شاء الله عنهم ماسكين بوزيشنز منيحه ممتازه. تمام يا شباب؟ صعبه؟ لا وين صعبه دكتور 100%. هلا انا في ملاحظه لاحظتها في بعض الطلاب مثلا، يعني تواصلوا معي على الماسنجر بحكوا لي انه يعني انت بتعطينا برنامج ضخم يعني كبير، يعني احنا كنا ناخذ في مبادئ البرمجه مثلا يدوب هيك ثلاث اربع اسطر. هلا انا يعني عشان تفهم شغله، يعني انا نفس الشيء انا بعطيكم ثلاث اربع اسطر بس جمعتهم كلهم بكم فايل واحد. بعدين انا بدي اياك تستوعب فكره انه انت لما تنزل على السوق على البرامج ما راح يكون برنامج ثلاث اربع اسطر، أقول برنامج مثلا 100,000 سطر أو مليون سطر أو نص مليون سطر بمعنى الكلمة. يعني مش تفتح ولا تلاقي لك كلمتين كود، راح تلاقي صفحات هيك متلتلة. فأنت دائما كمبرمج بدك تألف مبدأ إنه برنامجك ببلش من ميثود شو اسمها يا شباب؟ ميم. الكود اللي بيتنفذ في برنامجك تجزأ لمقاطع،
فمثلا هاي تبعت برينك اري، هاي تبعت فايند ماكس، بدي اشوف شو الفايند ماكس، بنزل بدور وين والله فايند ماكس، اه والله هاي فايند ماكس، هاي كودها، يعني احنا هاي كود الفايند ماكس اللي هم كم سطر، 1 2 3 4 5 خمس اسطر، وين مثلا الايفن كاونت هيهم 1 2 3 4 5، بس انا جمعتهم ككتله واحده عشان يكون شيء حقيقي، عشان يكون شيء شو ماله حقيقي، شيء مفهوم للناس. وضحت الفكره؟ هلا بدكم اصير اعطي كل مثال هيك 2 3 بعطيكم، بس فعليا انا ما راح اخليكم تنتجوا النظام شيء حقيقي، يعني راح يكون شيء يعني ثيوريتيكال، بس هيك شغل فستق فاضي. انا حابب اخليكم تشتغلوا كانظمه حقيقيه، يعني لقدام بس نبلش نخلص هلا الون دايمنشنال اري وندخل للتو دايمنشنال اري، بعد منهم راح ابلش اوبجكت اورينتد. طيب شو يعني بالاوبجكت اورينتد؟ بدل ما اصير اعمل اري مثلا هون، مثلا بحكي ارقام انتجر، مثلا نحكي اعمار او عدد اطفال او وات ايفر، يعني شو انا بصير اقول لك لا، بدي اعمل لي اري تحمل طالب، تحمل موظف، تحمل مثلا بضاعه، تصير تقدر تضيف بضاعة جديدة، تعدل سعر آيتم من البضاعة هاي، مثلا في سلعة معينة تعدل سعرها، بدي أحذف هدول، بدي أضيف بضاعة جديدة، بدي أعدل على بضاعة، بدي أعملك سيستم بفانكشناليتي، دائما السيستم فيه فانكشناليتي لازم يدعم أربعة، insert update delete retrieve. إذا بدي أضلني أشتغل بس بلوك بلوك كود ما راح أوصل لسيستم حقيقي، راح أصير أشتغل سيستم فاضي. لو زي واحد يقول أنا تخرج من الجامعة بس أكثر مثال أخذناه دخل رقمين ومين الماكسيمم منهم؟ آه والله هاي هذا اللي أخذنا. لا إحنا بلا شيء، إيش حقيقي؟ معلش في البداية راح تشوف إنه ها بجوز شوي تركي هيك يعني طويل عليك، ارجع جرب اكتبه بإيدك والله راح تشوف إنها سهلة إن شاء الله. طيب تعال اليوم أعلمكم على موضوع مهم اللي هو السيرش. شو يعني سيرش؟ بحث، أبحث عن إشي موجود ولا لا. فمثلا إحنا هاي اتفقنا إنه الأريتا بعتنا هايها إنه فيها الأرقام التالية. دائما في اي نظام في الدنيا الا في عمليه سيرش، يعني انت كطالب في الجامعه بدي ادور عليك بقول لك مثلا دخل رقم الجامعه تبعك عشان الاقيك، فبدخل السيستم شو لازم يقول لي انه موجود او مش موجود، صح معي يا شباب انتوا ولا لا؟ انا حاسس معك مشتاقين هيك، كونوا حيويين. طيب تعالوا شوفوا معي. هلا بدي اعمل ميثود كالتالي، طلع كيف دصيغه وانت ترجم لي كيف بدك تكتبها. بعمل ميثود، فبنزل اخر شيء انا تحت 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 هي هون قبل اند كلاسي، هي اند كلاسي انا باجي بدي اعمل ميثود، بعمل ميثود قلنا بابليك ستاتيك، تمام. الميثود بنسميها سيرش، هي بسميها هون سيرش، مثلا بالعاده السيرش بنسمي مثلا سيرش باي نمبر باي نيم باي كذا، هلا حاليا ما فيش عندنا نمبر ونيم، عندنا ارقام، مثلا سيرش باي فاليو يعني راح اعطيك قيمه دور لي عليها، ففي عندي ميثود اسمها سيرش باي فاليو. هي هون بيجن وين. قبل ما اكملها طلع انا كيف بدي احكي لك اياها وانت ترجم لي اياها. دائما المبرمج بدك يقول لي الميثود استقبل شيء او بتستقبل شيء، ويا اما بترجع ولا شيء يا اما بترجع شيء. طلع انا كيف بدي اصيغها بناء على صياغتي انت بدك تقرر. انا بقول لكم بدي تعملوا له ميثود تستقبل رقم وتروح تدور في الاري تبعتك، اذا موجود تقول لي نعم موجود، اذا مش موجود يعني اجين تستقبل رقم تروح تدور في الاري تبعتي، اذا موجود تطبع لي انه موجود، اذا مش موجود تقول لي لا والله مش موجود، تطبع لي انه مش فويد موجود. دكتور هاي شو مباشره شو قلت لي؟ لانه ما قلت لك راح ترجع، قلت لك راح تطبع لك، تقول لي ايش مباشره فويد. طيب شو لازم تستقبل الميثود تبعتي؟ اري تستقبل الاري، وقلت لك كمان لازم تستقبل الرقم، فهون ايش راح اقول لك؟ متغير اسمه. الميثود ممكن تستقبل عدة قيم، يعني راح تستقبل الاري اللي تم تعريفها في المين، وراح تستقبل الرقم اللي انا راح ازودها فيه برضه كمان في المين، فراح تستقبل كم فاريبل؟ اثنين. فالميثود ممكن مش بس دائما تستقبل قيمة، ممكن قيمتين، ثلاثة، عشرة، ممكن مليون، وممكن ولا قيمة، يكون القوسين فاضيات عادي. تمام؟ فالميثود دائما بين الأقواس شو بتستقبل؟ هون كلمة void شو بتسوي؟ بتقرر انه يعني بديش ارجع شيء للي استدعاني. طيب واحد بيقول لي حلو، طب كيف بدي ادور؟ تعال نحكي كبني ادم، هاي الاري تبعتك، هاي الاري تبعتك، خلينا نكبر نفسي، مثلا بقول لك دور لي على الرقم 15 مجازا. فانت كيف كبني ادم بتفكر الكمبيوتر؟ لا ال 15 مش موجوده، كيف موجوده؟ مش موجوده. هل انت كبني ادم بالنظر بتطلع هيك وتقول لا والله مش موجود، الكمبيوتر مش زيك، الكمبيوتر كيف بدور؟ هاي ال 15 تبعتي، بيجي على الاري تبعتي، هاي الاري
وقف عند أول خانة. 8 تساوي 15؟ لا. 1 يساوي 15؟ لا. 4 تساوي 15؟ لا. 5 تساوي 15؟ لا. 12 تساوي 15؟ لا. خلصت الأري كلها، شو بقول لك؟ الكمبيوتر مش موجود. بينما مثلا لو جيت قلت لك بدور على الرقم 4، نشوف 4 موجود جوا الأري تبعتي ولا لا، بدي أجي هون على الأري. 8 تساوي 4؟ لا. 1 يساوي 4؟ لا. 4 تساوي 4؟ نعم، اللي هي تروح لما نسميها. 5 تساوي 4؟ لا. 12 تساوي 4؟ لا. فبالنهاية شو بقول لك؟ الأربعة موجودة ولا مش موجودة؟ شو بتقول لي؟ موجودة. الفكرة طلع أنا كيف بدي أخلي الكمبيوتر يفكر، شو بدي أخليه يمشي خانة خانة في الأري؟ لما أقول لك بدك تمشي خانة خانة في الأري من بدايتها لنهايتها، هاي شو معنى لوب؟ كل لفة، بكل لفة قاعد بسأل، هل الثمانية تساوي الأربعة؟ هل الواحد يساوي أربعة؟ هل الأربعة تساوي أربعة؟ الهل بالعربي شو بترجمها؟ فور. إف الهل إذا. لا قصدي إنك تستخدم فور دكتور. هو إحنا جوا الفور، جوا الفور بكل لفة، مش دسير أمشي عند الخانة الحالية. هل تساوي أربعة ولا لا؟ إف دكتور. إف يس، يعني فور جوا منها إف. طيب تعال أعلمكم مبدأ حلو. تعال أعلمكم مبدأ حلو. في البرمجة لما بدك تدور على إشي، في مبدأ الإثبات. إنه موجود ولا مش موجود. في قاعدة عرف عند المبرمجين، المتهم بريء حتى تثبت إدانته. أجين قاعدة ذهبية هاي استخدمها، المتهم بريء حتى تثبت إدانته. طلع أنا شو بدي أقول، بنعرف بنسميه إحنا فلاج زي علم. فبقول بوليان يعني منطقي. مثلا فلاج اسمه فاوند، يعني قيمة موجودة. المتهم بريء يعني هل هو مذنب؟ فولس، لا مش مذنب. هل القيمة اللي أنا بدور عليها قبل لسه ما أدور عليها هل هي موجودة؟ لا مش موجودة، ما بدي أحاول أثبت غير ذلك. فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته. فهل هو مذنب؟ لا ليس مذنب. فافترض من البداية أي قيمة بدي أدور عليها بالبداية قبل ما أدور عليها شو مالها؟ فولس، مش موجودة. مين كان يسأل؟ أنا بوليان، هاي كلمة محدوزة. في انتجر وفي فلوت وفي دبل وفي تشار، في داتا تايب اسمها بوليان اللي قيمتها يا ترو يا فولس. لا بس كنت اتاكد منك، بسيط عادي اتاكد. تمام، حكيت انه القيمه مش موجوده، نفيتها قبل ما اشيك عليها. هلا كيف بدي اشيك عليها؟ بدي اعمل فور، بدي ابلش امشي خانه خانه في الاري تبعتي. فالاي تساوي من صفر لحد الاي اقل من الاي ار ار دوت لينث. تمام، الاي بلس بلس في هذا الشكل. هاي بيجن وانت أبين هون. هلا هذا لوب بيصير يمشي على خانات الأري. شو بدل له جوا اللوب؟ بدل له إذا كانت القيمة الحالية للأي آر آر في الآي تساوي الإكس اللي ببحث عنها، الإكس اللي هي أجتني من برا. شو قلت لكم راح تجيني قيمة من برا اسمها إكس، أو يعني مسميها أنا إكس، هي جوا القيمة تبعت اللي أنا اللي شو بدور عليه. إذا كانت خلية الأري الحالية اللي قاعد أنا واقف عندها تساوي إكس، فبالتالي فاوند إيش تساوي؟ true. واحد بيقول لي حط else false، لا احنا بنحكي اذا وجد بقول true، اذا ما لقيته بهاي الخانه ما بحكي false. false يعني مش موجود. احنا ما بثبت انه مش موجود الا لما الفهم كلهم، مش بس اوقف عند اول خانه او ثاني خانه، لما امشيهم كلياتهم. اذا مش موجود ولا واحده منهم انطبقت، يعني ما تحولت الفاوند لترو، ساعتها مش موجود. فانا في البدايه شو افترضت؟ انه مش موجود فهو false، بصير الف. اذا ثبت غير ذلك بتقلب الفاوند لايش؟ لترو. بس اخلص اللوب، مين اللي بيقرر لي انه موجود ولا مش موجود؟ قيمه الفاوند. اذا الفاوند ضلت فولس معناته مش موجود، اذا الفاوند قلبت ترو معناته شو ماله؟ موجود. معايا يا شباب؟ هون باجي بعد الفور لوب بدي اقول للكمبيوتر، اعلمكم كمان تكونوا ذكيين، بقول له اذا كانت الفاوند تساوي ترو، يعني اللي بس اطلع من اللوب تبعي، كانت قيمه الفلاج تبعي لو عرفت على اسمه فاوند، اذا كان قيمته ترو معناته القيمه موجوده. فبالتالي احكي له هنا سيستم دوت اوت برنت لاين، قول لي مثلا اكس اللي بتدور عليها از فاوند ان ذا اري، الاكس اللي بتدور عليها موجوده في الاري تبعتي. ايلس سيستم دوت اوت دوت برنت لاين اكس بلس از not found in the array. X ليست موجودة في الأري تبعك. دكتور معايا يا شباب؟ دا
في حد بيسأل؟ لا في واحد بجوز كان يسأل بس المايك عنده صوت واطي، فإذا بدي يسأل يسأل أجل. هيك منيح دكتور؟ اللي بيحكي صوته واطي، أنا مش تابع. بسألك هيك منيح بس هو صوته كثير واطي. المايك شكله بعيد عنك لأنه هذا. طيب منيح هيك يعني ما عنديش إشكالية. توالي. هلا الذكي منكم اللي بيفهم في البرمجة قول لي، بما إنه found true، found نوع بوليان يعني true و false، قول لي شايف هاي تساوي true ولا قول لي هاي فصل فاضي ما فيش مش داعي تحطها. قول له ليش؟ قول له منطقيا الإف statement إذا أجا بين قوسين true بنفذ اللي true part اللي هو الجزء الأول تبع الإف، إذا أجا false بروح على الإلس part. فأنت منطقيا الfound بما إنك معرفها بوليان فيش داعي تحكي له تساوي هاي، لأنه إذا طلعت من هون الفاوند true يعني الاف جوا منها ترو اوتوماتيكلي يروح على الجزء الاول، اذا طلعت من الفور لوب وضلت فولس اف فولس راح يروح على مين؟ على الالس بار. يعني بروفيشنالي هيك بكتب ما بحكي له تساوي ترو. معايا يا شباب؟ الذكي بيقول لي فيش داعي احط يساوي ترو لانه الفاوند هي بوليان اوريدي، هي بتغذي الاف ستيتمنت يا بترو يا فولس، اذا ترو بتنفذ الجزء الاول، اذا فولس بتروح على الالس بار. بكون ذكي. شفتوا كيف قاعد بحسن؟ في واحد بيقول لي لا يا عمي انا بدي اياها زي هيك تضلها، بقول له عادي بصير، بس انا بروفيشنالي وعشان اورجي الناس اني صرت افهم برمجه صح بشيل هاي تساوي لانه فاوند اوريدي بوليان، فاوند اوريدي بوليان، فالبوليان بتغذي الاف ستيتمنت بترو او فولس، اذا ترو بتنفذ الترو بارت، اذا الالس بترو، اذا فولس عفوا تروح للالس ايش؟ فار. تعال اثبت لك هذا الحكي، تعال نشوف. بدي اطلع فوق هاي المين هون بعد الاود والايفن، بدي اجي اقول للمستخدم دخل لي رقم بدك اياه، فراح احط له رساله توضيحيه سيستم دوت اوت مثلا انتر ذا نمبر يو سيرش فور، دخل لي الرقم اللي بتدور عليه. هون بدي اجي احكي انت مثلا اكس ويساوي انبوت، سوري انبوت، احنا هون مش عارفين قارئ صح؟ او القارئ عرفناه، طلعوا كان علمكم كمان شغله حلوه. القارئ وين عرفته انا؟ بالفيل الريف. هلا لاحظوا لما احاول احط انبوت برضاش، فالحل هلا ارجع القارئ هذا اخذه هون كوبي وانا عاود اعرفه في المين، يعني عرفت كم قارئ؟ قارئين، واحد للمين واحد لمين؟ للميثود. بصير؟ نعم بصير. واذا في ميثود ثالثه بدها خراب بعرف لها كمان قارئ، بصير اعرف ثلاث قوارئ، يعني كل ميثود بتعرف لها قارئ. بصير؟ نعم بصير. طب فيش حل أذكى من هيك عرف قارئ واحد للكل؟ تعال أعلمكم طريقة، بدل ما تقعد تعرف لكل ميثود قارئ سكانر، طلع شو بقدر أكتب للجهاز؟ بدي أهمش هذا هون، بدي أهمش هذا هون. همشته يعني شو سويت فيه؟ يعني زي كأني حذفت الكود هذا، بس أنا ما حذفت. لا غير. بدي أجي برا الميثود وجوا الكلاس، مش جوا الميثودات، هيك جوا الكلاس. بدي أحكي عرف هون ستاتيك. كلمة ستاتيك معناها مشترك للكل، وقارئ واحد مشترك للكل. ستاتيك سكانر اسمه انبوت، اسمه انبوت ويساوي نيو سكانر من السيستم دوت ايش دوت ان. هلا شو فرقت هاي عن هاي؟ جوا الميثود لكل، لما كنا زمان الطريقه التقليديه القديمه كنت احط لكل ميثود قارئ، هون سكانر وهون مثلا بالفيل في كمان ايش سكانر، مثلا في ميثود ثاني بدي كمان سكانر، وبالميثود الثالث بدي كمان سكانر، بدل ما اعرف لكل ميثود سكانر يعني يصير عندي 5 6 7 سكانرز. الاسهل الي اطلع قبل المين واعرف ايش ستاتيك سكانر، بكون هذا قارئ واحد انحجز في الرام. احنا اصلا بالصار كنا نكتبها فوق زمان، يعني دائما كنا نكتبها قبل المين. ولازم احطه ستاتيك الاكسس موديفاير تبعه. ستاتيك يعني مشترك، اذا ما حطيتش ستاتيك ما برضاش الكمبيوتر. تمام؟ وراح نحكي عن الستاتيك. فبقدر اعرف لكل ميثود قارئ، او الاصح اعرف ستاتيك سكانر مشترك للكل. فبالتالي هلا في المين لو اجيت قلت له ها كنترول سبيس شو شاف؟ انبوت تعرف عليه، بالفل اتعرف عليه، باي ميثود ثاني هلا ايش بتعرف؟ بتعرف على سكانر، سكانر واحد مشترك للكل. هون انبوت دوت نيكست انتجر. تمام؟ هاي قرأت القيمة اللي بدي أدور عليها. طيب بدي أروح أدور عليها، بقول له سيرش مثل استدعي للسيرش باي فاليو، بعت له هاي وهاي. تعال نشوف. يلا هاي احنا عملنا في المين انه دخل الرقم بدك تدور عليه وروح شوف اياه موجود ولا لا. هاي تعمل اف 6. هاي طبعا الاري تبعتي مثلا انا كبدايه قلت له بدي اشوف هل الرقم 100 موجود في الاري تبعتي قبل ما اكبس انتر، هل في 100 في الاري تبعتي؟
في لا ما فيش. لا ما في هاي الارقام تبعت الاري 8 1 4 5 12 هاي انتر. شو قال لي؟ قال لي 100 از ايش؟ نوت فاوند. طيب اجين هاي اف 6. طب لو قلت لي مثلا رقم 4، 4 موجود ولا مش موجود؟ موجود. شو قال لي هون؟ 4 از فاوند. از فاوند از فاوند عند الاري موجود. طب هاي اجين هاي اف 6 لو قلت لي مثلا 12 موجود، شو قال لي؟ موجود. Is found in the area. هلا يعني هي عملنا سيرش صح ولا لا؟ عملنا سيرش. طب هلا كواقع عمل، هل هذا الحكي عملي؟ يعني أنت أسأل حالك لو هذا سيستم حقيقي، هل السيرش بس هيك إنك تقول لي موجود ومش موجود؟ لا. لا. فعليا دائما مثلا يعني نحكي نيجي نحكي نظام حقيقي، مثلا أنتم كطلاب، هلا أنا بدي أدور على طالب. بس بالعادة لما باجي بفتح سيستم الكمبيوتر بدور على طالب، مثلا بدي اسجل علامات طلاب مثلا، فكيف اسجل؟ بدي اعدل لطالب علامته، فباجي بعمل بدور وين رقم الجامع، والله كذا كذا كذا، اذا بس والله طلع السيستم قال لي اه والله موجود. طب اصلا طب ايش اسوي يعني؟ ارقص يعني دقت لك برافو موجود، بدي اكمل شيء بعده. دائما بالعرف السيرش عاده يلي شيء لاحق له يسوي شيء معين، اعدل احذف يعني. راح تشوفوا راح على قدام نصير نبحث مثلا نعمل قاء سيستم، مثلا في عندي موظف بدي ادور عليه، فبدور عليه بس الاقيه، بدي اسالك شو بدك؟ بدك تعدل راتبه، بدك تحذفه، بدك تعدل مدينته، بدك تعدل اسمه، ايش بدك تسوي؟ دائما السيرش يلي ستيب تسوي شيء معين. فانت السيرش مش تقول لي والله اه موجود ولا مش موجود. السيرش الذكي اللي بيعمل سيرش لازم يعرف المكان اللي نوجد فيه العنصر عشان لما اجي اعدل عليه انه ايش؟ انه اقدر اعدل عليه مباشره، يعني طلع دعلمك مبدا لك. هاي تعلموها انتم. انا لو انا تركوا الي كيف تبرمج السيرش طلع كيف ببرمجها. باجي بقول ايش فاوند ومش فاوند ولا بشطب هاي طلع شو بدي اقول؟ بقول انت شيء اسمه اندكس، كلمه اندكس طلع معي كلمه اندكس، الاري لها اندكس. الاري ايش لها؟ إندكس. هلا كل الأريز اللي في الدنيا دائما ببلش أول إندكس فيها قديش قيمته يا شباب؟ دائما عرف عند الكل أول إندكس في الأري دائما قديش قيمته يا شباب؟ زيرو. صفر. ففي عرف هلا عند كل المبرمجين، أقول من البداية الموقع للعنصر اللي بدور عليه هو موجود بالقيمة سالب واحد. هل في أري بالدنيا فيها إندكس سالب واحد؟ لا. 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 هلا هذا كآلية تفكير عند كل مبرمجين الدنيا اللي بيفهموا. إنه لما أقول لك إنه العنصر موجود بالموقع سالب واحد ضمنياً شو معناته؟ مش موجود. مش موجود. يعني إحنا قبل كنا على مبدأ true false، أقول false. false يعني مش موجود، true موجود. هلأ أنا ما بدي أستخدم true false، تكون أذكى من هيك. قلت إنه من البداية العنصر مش موجود، كيف بدي يعني أفهم الناس إنه مش موجود؟ قلت قيمة الإندكس تبعت الأري اللي موجود فيها خلية العنصر حالياً سالب واحد، فعلياً فيش إندكس في الأري اسمه سالب واحد، فالعنصر ليس موجود. هيك مفترض في البداية، المتهم بريء. هلا وأنا بلف بدال ما أصير أحكي لك حط لي true false مثلا هون بالإف ستيتمنت، بقول لك لا، بقول لك إذا لقيته خلي قيمة الإندكس تساوي قيمة الآي الحالية. يعني الموقع اللي لقيته فيه، لقيته في الإندكس 3، لقيته في الإندكس 4، لقيته في الإندكس 5 مثلا. أنا بخزن قيمة الموقع اللي لقيته فيه، مش بحكي true false. معي يا شباب لحد هون؟ وطلع شو بدي أسوي. وبدي أكون أذكى من هيك عشان أوريك كيف تستغلها. دائماً السيرش ممنوع تكون void، لو واحد بفهم ممنوع تكون void زي هيك. ولا أنا بفهم دائماً السيرش يلي مثلاً update أو delete أو كذا، فبدي أرجع الموقع اللي لقيته فيه، فأنا هاي راح أحطها هنا إيش؟ مش void، إيش راح أحطها؟ end. ليش end؟ راح أرجع index. الindex اللي لقيت فيه، الindex دائماً نوع integer، وهاي اللي في statement بدي أشيلها من هون. طلع كيف بدي أكون ذكي أنا؟ بشيل هذه من هون، أقول له دور، بس تدور إذا ما لقيته راح ترجع لي الإندكس قديش قيمته سالب واحد، إذا لقيته راح ترجع لي الموقع اللي لقيته فيه. فهون راح أقول له return mean index. دكتور ما فهم فكرة الإندكس. هلا بفهمك يا ثوان. هلا هون لما أجي أدور بدل ما أقول true false راح أرجع لك الموقع اللي لقيته فيه. فمثلا يعني قبل ما أكمل الرن الحقيقي، يعني مثلا لو اجيت قلت لك هون بدور على الرقم 4، ما راح يحكي لي ترو فولس، راح يقول لي 4 موجوده في الاندكس رقم قديش؟ 2. طب لو قلت لك بدور على 12
راح تقولي لي اوكي موجود في الاندكس رقم 4. طيب ثواني خليك ثاني معي. طب لو جيت قلت لك الرقم 100 راح تقولي لي 100 موجوده في سالب 1 ماينس سالب 1. طيب شو استفدت منها؟ تعال اورجيك شو استفدت منها. هلا في المين هاي بما انها ريتيرنينج فاليو ما بصير انا بيها زي هيك ونطلع عند المين فوق هاي ما بصير اجي احكي له هيك ولا طلع شو بدي اسوي في المين. في المين بدي اعرف انت مثلا هون فاريبل اسمه برضه اندكس خاص في المين هذا بروح بستدعي السيرش باي فاليو وبرجع لي قيمه الموقع اللي انوجد فيها وين بخزنه في الاندكس. فطلع شو بدي اقول هون انا بعد ما خزنته في الاندكس بدي اقول اذا كان الاندكس لا يساوي سالب واحد. شو يعني لا يساوي سالب واحد؟ يعني رجعت قيمة الاندكس صفر أو أي قيمة ثانية غير السالب واحد، يعني العنصر موجود. مش موجود. لا موجود، لا تساوي سالب واحد، بحكيش يعني لا تساوي. يعني موجود. فراح أطبع لك كرسالة توضيحية system.out.println هاي زي هيك راح أقول لك، مثلا X ثواني وهلا بتفهموا ليش. is found at index بلس هون ايش؟ الاندكس. تمام؟ else بحط بجنو اند هاي سيستم دوت برنت لاين انه اكس از نوت فاوند ان ذا اريا بهذا الشكل. شو فرقت هاي؟ هلا طلع معي بس ثاني عشان اخليك تفكر باسلوب ذكي. هاي ايش ست؟ مثلا انا بدي ادور على الرقم 100، هاي حطيت له 100، فبس انتر شو قال لي؟ 100 is not found. ايش قال لي؟ is not found، مش هو فيش عندي في الاري رقم 100. طيب اجيل ايش ستة؟ بدور على الرقم 1، 1 موجود في الاري ولا مش موجود؟ موجود. موجود. طب ثواني الواحد هي حتى هون الواحد موجود في انو اندكس؟ 1. طب عشان ما يصيرش لغط لانه 1 و1 بديش تفكروا انه نرجع الاندكس، مثلا بدل 1 اقول 12، 12 موجوده ولا مش موجوده؟ موجودة في الاندكس. انو اندكس؟ 4. 4. فطلع على بس اكبس انتر، بس اكبس انتر قال لي 12 موجودة، يعني اكد لي انها موجودة. وايش كمان اعطاني اديشنال داتا؟ وين موقعها؟ في الاندكس 4. 4. طيب بالعادة الذكي اللي بفهم بقول لك دائما السيرش لي شغلة. فمثلا مجازا مثلا انا بقول لك روح دور على رقم معين، إذا موجود قول لي انه موجود وزد لي قيمته بعشرة. طلع شو طلبت منك؟ بدي تدور مثلا 4 موجوده 12 موجوده مثلا الرقم المعين تدور عليه، اذا موجود قول لي انه موجود وبعدين زد لي قيمته مثلا بعشرة او بعشرين او بمية. هلا شو استفدت من السيرش باي اندكس انه ارجع الاندكس تبعه؟ هلا هون السيرش هذا بقول لي انه موجود ولا مش موجود. بالاضافه لهاي بقدر اجي اقول له هون بقول له اي ار اوف الاندكس اللي هو رجع اللي لقيته فيه مباشره بلس تساوي 10. شو يعني هاي؟ زيد على الرقم اللي لقيته قديش زيد عليه؟ 10. طب واحد بيقول لي شو فرق عن الابل؟ الابل لما كنت تعمل لي اياها لما كانت فويد تطبع لي اه موجود واه مش موجود، لو قلت لك زيد عليها 10 ما كنت بقدر ارجع عليها نزل 10. ما بتقدر ترجع للموقع اللي لقيت فيه العنصر. كنت تقول لي اه موجود والله مش موجود، طب تقول لي اياه كيف بدي اطوله؟ لازم عشان اعمل سيرش انه ارجع الموقع الموجود فيه، اذا عرفت وين الموقع الموجود فيه بقدر اعمل دايركت اكسس. فهون لما جيت قلت له زيده 10 قلت له الاندكس اللي رجعت لي انه موجود فيه قديش زيد عليه؟ 10. وهي عشان اثبت لكم انه زين هاي دادي بعد ما اخلص كل هذا بقول له استدعي لي الميثود ايش اسمها؟ برنت اري. انه ارجع اطبع لي الاري مره ثانيه بعد الزياده. فطلع مثلا ها هاي ايش سته؟ مثلا بدور على الرقم مثلا زي ما قلنا 100، 100 موجود؟ شو قال لي؟ 100 مش موجود. عناصر الاري ظلت زي ما هي. عناصر الاري شو مالها؟ ظلت زي ما هي. طب اجين ها هاي ايش سته؟ مثلا بدي الرقم 1، 1 موجود ولا مش موجود؟ موجود وبالاندكس 1. واحد موجود بالاندكس 1. فلما كبست 1 هون قال لي الواحد 11 بس رجع عليها الواحد زاد عليه 10 قديش صار؟ 11. طيب اجين هاي سته مثلا بدور على الرقم 4، 4 فعليا موجود في الاندكس رقم قديش؟ 3 2 2 ما احنا 0 1 2 هو العنصر الثالث بس فعليا كاندكس هو كم؟ 2.
فلما احبس انتر قال لي اه اربعه موجوده هي في الاندكس 2، تعال على الاندكس 2 قديش صارت قيمته؟ 14. السير دائما يليه شيء معين، ممكن تعديل زي هيك زياده او نقصان او حذف. السيرش الذكي ما بحكي لي اه موجود لا مش موجود، انا ما بديش بس اه موجود ومش موجود، بدي اعرف وين انوجد عشان اقدر ايش اسوي؟ اعدل عليه. اعدل عليه. معايا يا شباب؟ اصلا هيك اكتب للبرنامج دكتور. يس، ويكون برنامج واقعي اكثر. اكتب منظم بالضبط. طب تعال اسالكم سؤال اشوف مين الذكي منكم ونراجع فيها شغله في مبادئ البرمجه. بدي هلا بالنسبه للسيرش، بس للسيرش بدي ادور على رقم معين، بس ادور اذا موجود ولا لا، موجود يزيد، اذا مش موجود ولا لا مش موجود، بس اخلص ما يطلع، يرجع يسالني بدك تدور على كمان واحد، اذا قلت له يس يرجع يخليني ادور، اذا قلت له نو يطلع، طول ما بقول له يس يرجع يسالني دور، بدور على واحد اكبس له رقم يدور عليه، بس يعطيني النتائج يرجع يسالني مره ثانيه، بدك تدور على كمان واحد يس يرجع خليني ادور، يضل خليني ادور طول ما انا بقول له يس، كيف اسوي هاي؟ وايل طيب هلا ثواني عشان هون ما يصيرش اللغط. هلا الطلاب دائما بسالهم حلقات الدوران شو هم؟ بقول لي وايل وفور ودو وايل ودو انتل وريبيت انتل. غلط، حلقات الدوران تصنف صنفين، يا اما كاونتر كنترول يا اما سنتينل. الوايل لوب اساس الدوران هو الوايل زي ما اخذته في مبادئ البرمجه، الوايل لها صيغتين، يا اما كاونتر كنترول، يعني شو يعني كاونتر كنترول؟ يتم التحكم فيها بتكراراتها من خلال عداد، يعني لما يكون بقول لك كرر 5 مرات، كرر 6 مرات، كرر 10 مرات، كرر 100 مره، عارفك تعمل عداد يعد من واحد لكذا، اللي هو اخذنا التطوير عن الوايل اللي هي اخذنا الفور لوب، نعد من كذا لكذا، هاي اسمها كاونتر كنترول، كاونتر عداد بتم التحكم فيه او بتكرارات اللوب من خلال هذا الكاونتر، هذا اسمه كاونتر كنترول. هلا السنتينل لوب هو حلقه دوران تكرارها غير معلوم، يعني ما بقدر اتنبأ من البدايه كم من مره بتعمل اليوزر سيرش، يعني لو قلت لك هون بالسيرش بدي بس دائما اتيح لليوزر يستخدم سيرش 3 مرات، الاسهل تعمل لي حلقه دوران تعد من 1 لـ3 اللي هي كفور لوب. هون لا، قلت لك بدي تضلك تعمل سيرش طالما انه بقول لك يس بدي كمان بدي كمان، كم مره راح يدور تقدر تحكم؟ لا مش عارف عدد التكرارات، هذا بنسميه سنتينل. هلا اوريك شغله حلوه. هلا الكود السيرش هي من هون لهون، هذا هو كود السيرش اللي كتبناه قبل شوي معي. طلع شو بدي اسوي شغله، بدي انا اعلمكم شيء حلو، لما يكون التكرار غير معلوم على الاقل راح انفذ لمره واحده، يعني على الاقل اول ما شغل برنامجي على الاقل راح اعمل كم سيرش، يعني على الاكيد في سيرش واحد من البدايه. طلع شو بدي اسوي، بدي اقول هون يا شباب طلعوا هاي، خليني افصل هاي ابعدها عن هذول عمدا، اعلمكم شغله حلوه. هون بدي اعرف char كاركتر اسمه choice، خيار ما لهش قيمه مبدئيه اللي هو yes or no، راح يكون بدك تكرر ولا لا. سوري do begin وين نهايه السيرش تبعتي؟ هي هون عندها، هي اخذته بحلقات الدوران، اخذته الوايل واخذته do while والdo until والrepeat until والfor، مش هيك اخذته في مبادئ البرمجه ولا لا؟ أخذتوا هذا الحكي ولا لا؟ لا دكتور. أحد أشكال حلقات الدوران راح أورجيكم إياها. في حلقة دوران اسمها do while، من اسمها do يعني نفذ، while يعني هون طلع هاي do، هاي do هاي بيجنها، يعني هاي حلقة دوران بلشت من هون، نفذ ضمن البيجن والإنت تبعتها اللي هو كل مقطع سيرش الكود تبعي هذا، لا سوري هاي هون، بقول له استمر في الدوران while choice تبعي يساوي يس، يعني استمر في الدوران طالما التشويس تبعي يساوي يس. هلا عشان الكمبيوتر يميز ما بين الوايل العاديه والوايل تبعت الدو وايل في البرمجه، الدو وايل الوايل تبعتها شو بنهايتها بنحط؟ سيمي كولن، عشان ما يفكر الجهاز هاي وايل عاديه، هاي دو وايل، يعني هاي الوايل تتبع لمين؟ للدو معي. فهاي الحلقة راح تضلها تستمر في الدوران طالما إنه قيمة choice تبعي إيش؟ why. فأنا هاي عرفت choice لسه ما أعطيته قيمة، قلت له نفذ المحصور ضمن حلقة الدوران هاي طالما إنه choice تبعي هو أن يسوي. فأنا طبعا شو بضل للجهاز هون، بدي أقول له هون system.up.println
Do you want to search for another number؟ ايش كتبناها؟ خلينا نزيح الزوم عشان نشوف. يعني رسالة توضيحية. بدك تدور على رقم ثاني بين قوسين يا واي فاصلة ايش؟ نو. يعني هل بدك تبحث عن رقم ثاني؟ معي يا شباب كرسالة توضيحية، بدك تدور على رقم ثاني؟ هون شو باجي بقول له؟ بقول له عندي تشويس عشان اقرأ قيمة حرفية، شو بحكي له؟ تساوي قيمة القارئ تبعي، سوري انبوت مش اندكس. دوت نيكست عشان اقرا حرف بحكي له نيكست دوت كاركتر ات زيرو. شفتوا لما نقرا احرف بنحكي له ات كاركتر ات زيرو، فهون بقرا القيمه تبعته. هلا تعالوا شوفوا معي، يلا تعالوا نشوف مع بعض. هي اف 6 بلش، يلا اشتغل برنامجي. مين الرقم بدي ادور عليه؟ بدي ادور على الرقم 7. هل عندي 7؟ قال لي ايش؟ 7 لا فاهم. لا ما طلع. شو قال لي؟ بدك تدور على رقم ثاني؟ اه والله بدي ادور على رقم ثاني. فشو بقول له؟ يس رجع لف، قال لي دخل الرقم بدك اياه. والله بدور على رقم مثلا 5. 5 اه والله موجود بالاندكس 3 وزاد الخمسه قد ايش صارت؟ 15. ما طلع. قال لي بدك تدور على كمان رقم؟ نعم يس كمان رقم. مين الرقم بدك تدور عليه؟ بدي ادور على رقم 1. اه والله الواحد موجود ايوه وزاد عليه قد ايش صار؟ 11 وما طلع. قال لي بدك تدور على رقم ثاني؟ نعم يس. مين هو الرقم بدك تدور عليه؟ مثلا بدي ادور على ال 15. هلا ال 15 صارت موجوده فبس اعمل انتر. قال لي اه 15 موجوده بالاندكس 3 وهي زادها قد ايش صارت؟ 25. هذا اللوب في حدا منكم بيقدر يقرر لي كم مره راح يلف؟ لا هذا بضل يلف لابد الابدين. طول ما انا بدخل له يس ايش راح يضل يسوي يا شباب؟ راح يضل يلف. ايمتى بيطلع؟ لما احكي له نو. لما احط له نو. هلا مجرد ما حطيت ان بس انتر طلع. شوف كيف خليت السيرش او خليت برنامجي يكرر عمليه السيرش اكثر من مره قد ما بدي. هذا بنسميه السنتينال لوب. حلقات الدوران اللي بتلف بدون تكرار معين، انما بتلف يعني هيك يعني بتسلسل تضلها تلف قد ما بدك لحد ما انت تدخل قيمه. التوقف تبعها مشروط على ادخالك. هذا بنسميه ايش؟ سنتينال لوب. هيك صرت اقدر ادور على عده ارقام خلال نفس الرن الواحدة. زمان كنا بس بكل رن أقدر أدور على كم رقم؟ رقم واحد. لأ هيك صرت ممكن أدور على عدة أرقام. صعبة؟ إيه؟ لا بس إحنا أول مرة نأخذ الدو. هذا هدول أنا هلا أوريدي وأنا قاعد بشتغل يا شباب قاعد بكرر معاكم شغلات من مبادئ البرمجة عشان أخليك إيش؟ يعني تتوسع تتذكر القديم. وفي شيء اذا ما تمش اعطائه هناك لسبب ما يعني سهوا او لظروف معينه انه هيني بعطيك اياه وراح اعيدهم معاكم ما تخافوش. يعني الفور والاف هيني عدتها معاكم. هاي الدو وايل كمان شو اسمه دكتور لو على اف تبعت السيرش اللي في ميثود السيرش حطيت بريك مشان ما يقعد يكرر بس يلاقيها يطلع من الـ بيصير يس بيصير يس يعني لو كان عندي اكثر من قيمه يس هلا ما هي كنت حكيتها. يعني هلا هون مثلا وين رحنا احنا على السيرش مثلا وين رحنا هاي السيرش. هلا زي ما حكينا هون بقول لي مثلا كتحسين للكود عند الاف ستيتمنت راح احط لها بيجن انه اذا لقيته مش لقيته خزنت موقع هون بقدر مباشره يعني ايش احط بريك. بريك يعني مجرد ما لقيته لا تكمل الدور على اللي بعده خلص اطلع. هذا بحاله اذا ما كان في تكرار. بس اذا كان في تكرار بصيرش احط بريك. راح اورجيكم اياها بس نبلش نشتغل في الاوبجكت اورينتد قواعد. مثلا كيف يعني؟ بقول لك مثلا بدور على موظف او على طالب جامعه من خلال رقمه، الرقم الجامعي هل معقول يتكرر؟ لا مستحيل يكون في عندي طالبين بنفس الرقم الجامعي، فمجرد ما الاقي الطالب خلص بطلع. بينما مثلا لو اجيت قلت لك دور لي على الطلاب الذكور. هل انا في الجامعه بس عندي ذكر واحد ولا عده ذكور؟ عده ذكور ما بصير احكي بريك، بدي اطلعهم كلهم. حسب السيرش في سيرش لقيم فريدة في سيرش على قيم متكررة. هذا بورجيكم اياه بس ندخل في الاوبجكت اورينتد. تمام؟ تمام. احنا محاضرتنا يعني تقريبا راح تخلص. ما اخذتش انا حضور في الشعب الثانية فمش راح اخذ حضور في الشعب حرام عشان يكون فير انف. تمام؟ صعبة لحد هون؟ لا دكتور هاي معناته بوقف الشير وهي وقف التسجيل